يعد حي شعب الدباء الواقع في المنطقة الشرقية لمدينة تعز بمثابة البوابة الرئيسية لها من تلك الناحية، بدءا من أسفل ما تسمى عقبة منيف المقابلة للقصر الجمهوري، وانتهاءا بمبنى المحافظة غربا، إضافة إلى قربه من معسكر قوات الأمن الخاصة. هذه الأهمية جعلت ميليشيا صالح والحوثي تسيطر عليه لحظة اجتياحها للمدينة، وتتخذ منه معسكرا خلفيا لجبهاتها المتقدمة في كل من حي حوض الأشراف وحي النقطة الرابعة وحي العرضي. أول ما دخلوا الدبابات مع مصفحات، وللأسف الشديد مع مندسينهم مننا فينا من هنا من البلاد بتوجيه منهم، وخاصة شعب الدبة هذه. يعني زي الكتائب يدخلين، زي الكتائب يدخلين كذا مجموعات، بعدين بدون بالمضايقات استولوا على المحافظة، بعدين على الأشباط على القهيم، والمضايقات بديت. لم يقتصر تواجدها عند هذه النقطة وحسب، بل ذهبت إلى تبني عملية استقطاب لشباب الحي وتضييق الخناق على الرافضين لتوجهها وأهاليهم. أول بدوا يحشدوا على الشباب من الجحملية من هنا من هنا، يعسكروا أصحاب الحواري نفسه، الحارة الوحيد اللي مرضوش يمتثلوا لهم نحن. أجاوا عدة مرات، لا عندنا، ودوا لنا طاقم مليان سلاح، سلح أنتم أصحاب الحارة هذه، احموا من هنا من إحنا رفضنا. فبديت المضايقات علينا. يكذبوا الناس حولهم، شفت ولا لا؟ ينفذ عن طريق العملاء لهم هنا، شفت ولا لا؟ يقول لك يقتل القتيل ويمشي في جنازته. يجيبوا لك سلاح آلي، قعبة، معدل، يصرفوا لك باليوم 3000، 3000، ويدعموك بكل شيء. يعني لو يرفعوك يقول لك أنت جيب لك 5 6 10، وأنا خليك رئيس مجموعة تكون القائد على المنطقة هذه، وامسك واعمل كل شيء. إحنا رفضنا. عام كامل هي المدة الفعلية التي بقيت فيها ميليشيا الانقلاب في هذا الحي، أدارت خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة منه معركة النفس الأخير، معركة لم تقف حدودها عند الأعمال التخريبية والتدميرية التي طالت واجهات المساكن ومحتوياتها، بل مارست معها سلسلة من الأعمال القمعية وجرائم إنسانية بحق سكان الحي، بدءا بالتهجير القسري وانتهاء بأعمال السطو والنهب لكل ممتلكاتهم الشخصية. عرفت كيف حبطوا على الحارة وما جلسوش بالسقف، عرفت كيف؟ ما جلسوا بالبيوت، بعد ما دخلوا من البيوت منعونا من الدخول والخروج، الله من دخلوا وخرج ممنوع، ما فيش. يا جماعة ولا نشتي وقت ما نشتي حاجة نشتي، قالوا ممنوع نهائي. جالس انا اقول لك عشنا الحرب هذا 3 شهور واحنا داخلين خارجين داخلين خارجين عادي. كان احنا توام ترى عندهم هنا بحيط الاشراف بينهم بين هذوك عند المحافظه وهذو الحوتة هنا بالحوض بالجوله. قالوا ممنوع الدخله وخرجه. انت تشتي تدخل معك حاجه بيدك فتشوها. ها؟ يعني يجي يهون ونحن لا داخل الحاره. ايش معك هنا؟ ايش جلسك؟ بالليل هذا من الساعة 5 ممنوع ولا مخلوق يخرج، أي واحد يخرج يضربه على الرصاص. ما تطلع إلا بإذنهم، إلا بإذنهم، شفت ولا لا؟ هربوا الحارة بقيض المساكين اللي ما يمتلكوا حق الطريق اللي يروحوا من هنا، ذلوهم، ذلونا. على أطراف الحي الشرقية وبالتحديد عند معسكر التشريفات ومبنى كلية الطب تموضعت ميليشيا صالح والحوثي بعد اندحارها من وسط الحي بشكل أكبر، مستفيدة من جغرافيا المكان العسكرية التي جهزت بحرفية في عهد النظام السابق. هناك نصبت المدافع ونشرت القناصين،
باشرت بعملية قصف انتقامية تؤكد الشواهد المنظورة لحجم الدمار والخراب بأنها كانت الأكبر عنفا على مستوى المدينة. عنف لا شفقة ولا رحمة ولا احترام للأطفال. كيف هذا بيقولوا لك إحنا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل؟ يا أخي روح حارب هناك في أمريكا وإسرائيل ما تقتل إخوانك المسلم تقول أنا شهيد. لا، الأمن المركزي وسوار القصر لحده والآن القنص فيه به، يعني ما يدق ضروري ما يتلحم القناص حقهم. معهم سرب عاد علي عبد الله صالح، شفت منطقة زي هذا وبس واطئ ترب، كانوا معهم معدلات كبيرة ويسرحوا ويضربوا من هناك. ضربوا علينا هنا، أنا أول ضحية من ضحاياهم. تفضل. أها، وأنا جالس باب الفرن أتغدي، ما عندنا اللي ما يملك حق الغذاء الأكل. يا حبيبي جالس عند الفرن، خرج من عند الفرن غب الظهر بعد ما تغدينا، ضربوا هاون. أنا نزحت هربت من الهاون، كسر رجلي وأيادي وبطني. هذا واحد غير غير لما تشوف الأطفال والنساء يصرخوا. بعد محاولات متكررة سنحت لنا فرصة للدخول إلى عمق الحي الذي لا يزال على مرمى حجر من مواقع تمركز مدافع الميليشيا وقناصيها. شبه حياة وجدنا هنا، الشوارع يسكنها الصمت والمنازل خاوية على عروشها، خصوصا تلك المؤلفة من أكثر من طابق. تعمقنا في الحي أكثر مجتازين السواتر الترابية بحثا عن الإنسان. وهناك بين الأزقة المغلقة وطوابق المنازل السفلية وجدناه يكابد شظف العيش ويتذكر حكايات الألم. خرجوا سيبوا بيتهم، لو تجي وري لك البيوت من 4 من 5 دور فاضي ما فيش أحد داخله. فرغوا بيوتنا لآخر حاجة، عرفت كيف؟ من والله وصلوا لحد الأسلاك حق الكهرباء، لحد الأسلاك حق السخان، لا غرفة النوم، لا والله خلوا البيت بلا طاعة على كل الناس. هربوا من بيوتهم، الحارة مليئة جن مليئة عفاريط، بالليل تقزعهم يرقموك بحجر ما أدريش منو غريمك. طيب الحارة فاضي منو اللي يرقمك؟ آخر الليل تجي كأنك دخلت غابة، ما دخلتش إنك منطقة في بسكان، دخلت غابة. الزفلت والزفلت خرج من داخله شجر. لما نخرج هنا نفتقع، عرفت كيف؟ نمشي بالأضغاط نمشي، ولا غابوا اشتباكات ما نمشيش، نوقف لا حد يخرج لا جاهل. الدمار هنا لا يعني شيئا مقابل انتهاكات ميليشيا الانقلاب على مدى 4 سنوات في هذا الحي. انتهاكات يصفها من عايشوا تفاصيلها واكتووا بنارها بالمجازر الجماعية. فالضحايا المستهدفين مدنيين عزل، يأتي في مقدمتهم الأطفال، يليهم النساء، ثم كبار السن. 3 جهال يلعبوا يوم الجمعة، ضرب القذيفة لهنا والعيال يلعبوا هنا، ابني من هنا راح راسه، أبغى له هذا بس من هنا وحيد. ابن الطش ابتعد راسه، ابتعد المجموعة هذه كاملة، هذه القمقمة مع العين خرجة ويدب تسقه. ابن الصروي افتك راسه نص بنص، خرج المخ للأرض. جنبهم 5 مكونين، من يرضي هذا؟ أكثر من 80 واحد قتلى هنا، أكثرهم أطفال وشياب، لا هم مع المقاومة ولا هم مع الحوتة، وفي الشوارع ماشيين. وهذا يجوز؟ ابن الثاني لحد الآن شظايا، سلم من القذيفة الأولى
أصبت القذيفة الثاني، ماتوا أربعة، وتعور خالد عوض، وأبو خلف مات، وابن الصومالي ابتسق يده، وأخو الثاني مات، واثنين حمالين كانوا جالسين ماتوا، ويعني وثلاثة عشر جريح، وابن جاهل اسمه عمره حوالي 8 سنوات، لا وسط الحارة، لا جم ركب الشارع ونص. الأمهات، في ناس اللي وقع بجلطة، في ناس اللي وقع بالشلل تحت لما تشوف الآلام. قناص قناصين قناص ورا البراميل هذا اللي بالشارع، بس ما أقول لك لا تحت ولا أقول لك عندهم ولا نبطرهم وما يلم سلح ولا حاجة. أي زي ما أنا دحين خارج من صلاة العصر وريحة شلل علاج مشنبة جاءت القنصة، دخلت من وراه خرج منه، بس الفسحة أقل أثرت مرة. دفعنا واقع الحياة المعقد في حي الشعب الدباء للبحث أكثر عن تفاصيل جديدة، ولم ندرك أنفسنا إلا حين وقفنا أمام السواتر القماشية المنتصبة على مداخل الأزقة كحد فاصل بين حياة تسير بحذر والموت المتربص بالجوار. عند تلك النقطة بالتحديد وجدنا أم محمد المصابة بمرض السرطان تسكن أمام فوهة المدافع مع أولادها الأربعة المصابين جميعهم بمرض الصرع، تعايش قسوة الحياة وشظف العيش وعبث الميليشيا. ما قدرش اقزع، كلهم يتحملوا ثيابهم، واللي واني ما معيش زوج ولا شيء، وما قدرش اوزع عيالي انا بوزهم. امرض انهم كانوا يصطرعوا ما بين الساعتين الثلاث، كان ابني يصطرع 7 مرات باليوم، يصطرع اللي هو بين الصراع، واللي في بوق الطيقس كان اللي يرتعش، فانا اروح كون لوجه الله. انجلسونا والقذائف فوقنا من كل مكان، والطواق يخرين فوقنا غبار، واحنا بالغدره ما كان معناش حتى شمعه نصطدي. هو دائما اصطرع، والله اصطرع كامل، اصطرع والله اصطرع دائما، انا واصل اصطرع اقسم بالله. واني زرت صبك بمرض السرطان والسكر، كان فيه بالسكر، عملوا جرعة السلطة ارتفع للسكر، عميلي عيوني مع استضيش، كنت أبند على عيالي داخل واروح معسكرات، والله أنه يصلبوني للساعة 2، أجلس للساعة 2 الظهر، أقول ادوا لي بعدين قال الرز، ادوا لي شوية كدم قد هن منها المآكل يأكلون، وأنا ندي لعيالي وأيبسهن من يوم لا يوم، أن يبس لا في خبزة نحافظ عليه. الماء اروح ابوز بالديابه الصغار من مكان لمكان، ما يعبوا دولنا قليل قليل، الحمد لله. هذا افاصل فوقنا عاد القنص، ادو امس قنص لا جنبي انا وهم، وانا شب مسهم بين الشمس، واصل قذائف انني بخط النار ذول حوثيها، وطولة الليل يفتح لنا مسجله ما يخلينا نشيد، ما يخلينا نرقد، كلهم قراننا تعبانين، كل احنا الحاره دي تعبانه، ما حد يصلي ما حد يدي لها. ليست أم محمد الوحيدة الساكنة عند نقطة التماس في الحي، عائلات أخرى أجبرتها ظروف النزوح والتشرد وطول أمد الحرب على العودة إلى منازلهم، رغم الخوف والرعب اللذين تفرضهما الميليشيا على المكان بشكل يومي. والشاهد هنا أن أغلب السكان هم من فئة الفقراء والبسطاء، فيما الميسورون لا يزالون بعيدين عن المكان. وين نروح؟ ما بس معنا بياس نخرج، انت لما تخرج عندك أقل على 300-400 ألف، تبوز جوالك وتبوزهم تنقلهم من محل لمحل، تروح القرية تروح عيب تروح هناك تروح هناك، ما بس معك بياس جيش موصل لحيات. وين نروح؟ من بيلفتاك؟ منو بيقرا لك خطاك؟ انا من نفسي انا جريح في بي 7 طلقات بدون كليه، يدي خربان ما تعطفش، طلقه بالعمود، طلقه هنا، قبقبتي مشروخ، شظايا بالرجل،
ايش باقي 7 طلقات فيني؟ لمن تشكي؟ أما اموت احسن ولا اروح اتجعجع واتعذب انا وجهالي وبعدي اسره مكالف وجهال واولياء جعجعهم هنا. جلستوا شهرين وانا اروح من الظهر لا يوم ثاني الصبح وحدي. ورجعوا قالوا العيال يا ابا ما يصلحش ما بقول له روح نروح لمعك حينا ولا متنا. وانا كنت صدق اروح للبيت وانا من يوم ثاني ظهر لا من يوم اول ظهر لا يوم ثاني الصبح وانا حارس عرفت لانه لا بالاخير شلوا غرفه النوم حقي. فقدت ابي جلطه امي جلطه اخي قنص كريمتي قذيفه ابني صهيري قنص ايش عباقي معانا؟ جلسينا يجي أنا القذائف يجي أنا هذا يجي الصواريخ يجي ما جاء يطلع ما طلع انزل من خلاص قد احنا مسابلي قلت زوجي نفق يا اصلا جينا اذانه كان بالسقف بالسطوح جاءنا الهول هذا لما اصلا جينا اذانه والقلب شرايين القلب السكر يعني كله ما قد عنده عينا عالقون 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 سرحنا ايه بسرعه الحمد لله يرجعوا يخسروا جهالهم من رجع احب شهيد ولا باثنين ولو وصلت له قذيفه ولا دخل البيت حرق بيته يعني ما شاء الله قالونا برعب انت الليل ما نقدرش لنا من القذائف والرعب من الحمد لله والله انا اخرج السقف ويقزعني الرصاص قبلي ارحم الرحمن ساتر علي بعدوا علينا الطريق وانا عندي تحقق بس ما اقدر يعني احمل الركبه السياره مكمي معك ما اقدرش اركب سياره تقزع ساق الطريق بعيد بعده خلاص مروحة على ما عدي الله عندي ودي عندي اعتمن عيوني كل ساعه ضربوا علينا الحوتين اولادي كل واحد شرد لوجهه ما لفت انتباهنا هنا هو مخبز الحي الذي لا يزال صامدا رغم القذائف والحصار ويعمل عن طريق الحطب. يقوم المخبز بتوزيع الجمر على الأهالي صباحا ومساء لمساعدتهم في تحضير وجباتهم اليومية في ظل تنامي حدة الفقر وارتفاع أسعار مادة الغاز. رأينا بظروف صعبة طبعا بداية الحرب ولحد الآن بظروف صعبة. فتحنا الفرن ما تغلقش طبعا الفرن يمكن حق 5 أيام تغلق وبعدين نمر بظروف صعبة جدا من ناحية الدقيق من ناحية الحطب من ناحية كل شيء ارتفعت الأسعار فيه في الوقت الحالي وصمدنا رغم القذائف الفرن كله مخزق قذائف المدخل حق الفرن ذيب مخزق الأبواب بس وصلنا الحمد لله استهلاكي باليوم يقول ديزل 12,000 فرق بسيط 10,000 ريال حطاب عندما ينتهي الشغل حق الروتي بالغبازة نغرف بالقمر كله للناس والصبح كذلك عندما قشت قدامك يعني القمر يوفر لك تطبخ أكثر من وجبة مش تطبخ فاصوليا تطبخ روز تطبخ اسماعيل شاهي ما يطفش إلا بعد ما تعمل 3 وجبات في بوه. واقع حي شعب الدباء اليوم هو نفسه الواقع المفروض عليه منذ 3 سنوات ونصف تقريبا. جرائم ميليشيا الانقلاب المرابطة على تخومه الشرقية لا تزال تمارس أعمالها بشكل يومي. قصف وقنص وحصار، أوضاع معيشية صعبة وفاتورة تتراكم كل يوم من الأرواح والممتلكات. هذه المنطقة بالذات الشرقية لا رضوا يحرروها ولا رضوا في تخاذل كثير. أنت شوف كل الهجمات بكل المواقع تحرير إلا الشرقية هذه. الآن 5 سنين وإحنا في حالة يرثى لها. كل إحنا لا صغير ولا كبير وهم يهاجمونا. فقدنا حياتنا كلها إلا مرض وغلايب وكبر. وانت يا الله تنتبه على نفسك وعلى ابنك الله يروح بيتك.
الايتام هنا تعال عد الايتام اللي داخل الحاره هذه بتفتقع ما بوش بيت الا هي تشكي وتبكي اقل بيت مضحي بشهيد ولا كلهم من اثنين من ثلاثه راحوا اباءنا امهاتنا اخواننا عيالنا قد احنا كارهين عيشتنا